اليوم انتم موجودين في المركز الشامل جبل وبدة. احنا لنا تقريبا اسبوعين نشتغل على توزيع الادويه على المواطنين لساكنين قريب والبعيد واللي بيرجعوا لنا واللي ما بيرجعوا لنا، يعني نقدر نساعد قد ما يمكن اي واحد بحوالينا. أدوية موجودة بشكل عام، إحنا على دواء مسمنة، أمراض المسمنة، دواء الضغط والسكري والغدة بشكل عام. ومن اليوم كمان عاملين للحديث الولادة مسحة من وتحاليل، والأدوية موجودة بشكل عام، الأدوية موجودة، فيش ولا ناقص إنا من رد التليفونات، بنحجز الدواء وبنوصلهم لحد دار الدار، كل واحد داره بدون إشي. يعني آلية توصيل العلاجات للمرضى، بنستقبل الهواتف من المرضى، الهواتف بيحكوا معنا، بنطلب منهم الرقم الوطني للمريض، ومن أكتف الدواء للمرضى للأدوية المزمنة على أساس إنها تصل لهم بأسرع طريقة ممكنة. والحمد لله في طرق كثير، يعني متطوعين، فرق متطوعة بتيجي بتأخذ العلاج من باب المركز، بتوصلوا للمريض، وإحنا بنكون ماخذين رقم التليفون المريض وسكنه. والحمد لله رب العالمين، الكل راضي والكل مبسوط على هاي الفكرة، ونشكر جلالة سيدنا على هالمنحة اللي أعطانا إياها إن نقدر نخدم المرضى ووصل لهم علاجاتهم بأسرع وقت ممكن.